السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثالث، يتجدد اللقاء مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم بند 7.7 ترتيب الأعداد، صفحة 28 و29. نبدأ درس اليوم بسؤال طبعا أخذناه في الدروس الماضية، وبيقول لي هنا اكتب القيمة المكانية للرقم 2 في الأعداد التالية، يعني هيديني أعداد وعايزني في كل عدد من الأعداد اللي أنا هاخدها القيمة المكانية للرقم 2. تمام، لو احنا قرأنا أول شيء أول رقم أعطوني 25، يا ترى ال25 الاتنين موجودة في العشرات يبقى قيمتها كام؟ ها 20، برافو عليك، يبقى القيمة المكانية للعدد 2 هي 20. أحسنتم. رقم آخر وبيقول لي 254، يا ترى الاتنين هنا موجودة في أي خانة؟ ها موجودة في منزلة المئات، وبالتالي قيمتها كام؟ ها 200، برافو عليك، اهو 200. الرقم اللي بعده بيقول لي 872، لو انت ملاحظ ان رقم 2 موجود في ها منزلة الاحد، برافو عليك، والرقم لو موجود في منزلة الاحد يبقى قيمته كام؟ يعني الاتنين هنا قيمتها كام؟ ها 2 زي ما هي، برافو عليك، صح، يبقى القيمة المجانية لرقم 2 هنا هي 2. نروح لسؤال آخر بيقول لي هنا اختر القيمة المكانية الصحيحة للرقم 6 في العدد التالي. طيب مين يعرف يقرأ الرقم ده؟ انتوا طبعا شايفين الرقم اللي امامك، الرقم ده مكون من ها او العدد ده مكون من كام رقم؟ ها 4 ارقام. يلا نقرأ الرقم ده مع بعض يا شباب. ها 6000 ها و534، هو عايز القيمة المكانية للرقم 6. طبعا هو مديني اختيارات، تعالى كده نشوف الاختيارات مع بعض. ادي رقم 6 مديني اول حاجة 60 ولا 600 ولا 6000، واضح ان الستة موجودة في منزلة احد الالوف، احد الالوف، وبالتالي القيمة المكانية للرقم 6 هي كام؟ كام؟ يلا نفكر مع بعض، 60 ولا 600 ولا 6000؟ سامع واحد بيقول لي ان الاجابة رقم جيم، برافو عليك، فعلا القيمة المكانية للرقم 6 هي 6000، وبالتالي اختار رقم جيم. بيقول لي تعلمنا سابقا، تمام، خدنا يا شباب نوعين من الترتيب، في ترتيب تصاعدي وفي ترتيب تنازلي. خلينا كده نشوف مع بعض هنا بالترتيب التصاعدي، وكل الشباب عارفين ودرسناه في الصف الأول ودرسناه في الصف الثاني إن الترتيب التصاعدي هو ترتيب من الأصغر إلى الأكبر، من الأصغر إلى مين؟ إلى الأكبر. وبالتالي خلينا كده نشوف مع بعض، هنا بيقول لي سؤال رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، يعني ترتيبا تصاعديا. يلا نشوف الأعداد كده ونرتبها مع بعض تصاعديا. يلا نقرأ الأعداد دي مع بعض، 730، رقم الثاني 37، رقم اللي بعديه 360. ازاي اعرف العدد الصغير من العدد الكبير؟ لو انا بصيت للعدد الاولاني اللي هو 730، ده مكون من 3 ارقام. العدد اللي بعده 37، ده مكون من رقمين. العدد اللي بعده 360، ده مكون من 3 ارقام. معروف ان اصغر عدد
هو اللي ارقامه صغيرة، تمام؟ وبالتالي انا شايف ان 37 هو اصغر عدد. ليه؟ لانه مكون من رقمين اهو. العدد الاول مكون من 3 ارقام، 37 مكونة من رقمين، وال360 مكونة من 3 ارقام. يبقى مين اصغر عدد يا شباب؟ اصغر عدد هو 37، وبالتالي هكتب اول رقم 37. طيب متبقي عندي عددين، 730 و360، مين فيهم الاصغر؟ طب ده مكون من 3 ارقام وده مكون من 3 ارقام. لما يكون عندي نفس عدد الارقام ابدا اقارن من اليسار، يعني من منزلة المئات. في الرقم الاول 730 منزلة المئات 7، اما في 360 منزلة المئات 3، وبالتالي 3 اصغر من 7. اذا 360 هو الصغير، وبالتالي هكتب 360 اهو زي ما انت شايف اهو، ادي 360. وطبعا اكبر عدد عندي هو 730. طبعا انا الرقم اللي انا برتبه بضع عليه شغطة، ليه يا شباب؟ علشان خاطر تمام ما اغلطش في الترتيب، تمام؟ علشان اعرف ان انا رتبت العدد ده، وبالتالي بحط عليه شغطة، تمام؟ كده انا رتبت الاعداد من الصغير الى الكبير. يلا كده سؤال اخر، واحنا قلنا بقى هناك رتبنا تصاعديا، تعالى كده نشوف مع بعض السؤال ده بيقول لي ايه. ترتيب تنازلي، وكل الشباب عارفين يعني ايه ترتيب تنازلي. الترتيب التنازلي هو من العدد الاكبر الى العدد الاصغر. يبقى الترتيب من الاكبر للاصغر ده بنسميه ترتيب تنازلي. طيب تعالى كده نشوف الاعداد ونشوف هنرتبها ازاي مع بعض. اول عدد معايا 185، رقم اللي بعديه 243، رقم اللي بعده 199. واحدة واحدة، اول حاجة نشوف عدد ارقام كل عدد. واضح ان كل الاعداد اللي موجودة عندي مكونة من 3 ارقام، ده 3 اهو، وده برضو 3 اعداد، وده 3 ارقام. حلو، طب هنعمل ايه؟ الاستاذ قال لي لو تساوت المنازل، ده 3 ارقام وده 3 ارقام وده 3 ارقام، نبدا نقارن من ناحيه اليسار من منزله مين؟ اكبر منزله عندي هنا، هنا منزله المئات، وبالتالي هبدا اشوف بقى، احط خط تحت منزله المئات. تعالى كده نشوف مع بعض اهو، هنا 1 هنا 2 هنا 1. انا عايز من الاكبر، لان انا برتب تنازليا، مين العدد الاكبر؟ واضح ان الخط اللي تحت الاتنين هي اكبر شيء، اكبر رقم، وبالتالي اكبر عدد عندي هنا هو 243 اهو، واحط عليه شرطة علشان خاطر اعرف ان انا رتبته. متبقي عندي عددين 185 و199. طيب دلوقتي احنا لما حطينا خط تحت منزلة المئات، هنا 1 وهنا 1، تساووا في منزلة المئات، المفروض نعمل ايه؟ ننتقل الى المنزلة الاقل، يعني المنزلة اللي بعد على طول، اللي هي منزلة مين؟ العشرات. ايه منزلة العشرات هنا في العدد الاولاني؟ 185، منزلة العشرات 8. اما ب 199 منزلة العشرات هنا 9، وبالتالي 9 اكبر من 8، صح؟ يبقى العدد 199 هو الاكبر، يبقى هنكتب 199 اهو اهو زي ما انت شايف، وهنحط عليه شرطة عشان نعرف. وطبعا اصغر عدد عندي هو اخر رقم اللي هو 185، وبالتالي انا كده رتبت الاعداد ترتيبا تنازليا من العدد الاكبر الى العدد الاصغر. تعال هنا في عندي بيقول لي يا شباب الجدول التالي يبين عدد الخلايا التي انشاها عادل
بعد مدة من الزمن. مديني هنا المنطقة ومديني عدد الخلايا في كل منحل. شباب عادل ده عنده 3 مناحل، تمام؟ واحد في العبدلي، عدد النحل اللي فيها شباب 2425، وعنده منحل آخر في الوفرة، عدد المنحل اللي فيه 1604، وعنده واحد ثالث موجود في الجهراء برضو عدد النحل اللي موجود فيه 1920، تمام؟ يبقى عنده 3، وادي عدد النحل في كل منحل. طيب تعالى كده نشوف عدد الخلايا في كل منحل. ايه المطلوب مني؟ بيقول لي رتب المناطق. انا عندي 3 مناطق، العبدلي والوفرة والجهراء، عايز يرتب المناطق ديات يا شباب من حيث عدد الخلايا من الاصغر الى الاكبر، يعني عايزين نرتبهم ايه؟ تصاعديا. طيب تعالى كده نشوف مع بعض ونخلي بالنا. انا عندي العبدلي والوفرة والجهرة، انا عايز ارتبهم ترتيبا تصاعديا. طيب يلا كده نشوف مع بعض. كل عدد من الاعداد اللي عندي مكون من كم رقم؟ لو انا شايف ان العدد الاولاني مكون من 4 ارقام، طبعا انا ممكن استخدم هنا خط الاعداد اهو يا شباب. تعالى كده نشوف مع بعض، تعالى كده نشوف مع بعض خط الاعداد اهو، ادي خط الاعداد يا شباب، تمام؟ وانا وضعت الارقام اللي عندي على خط الاعداد، تمام؟ حطيت رقم 1640 ادي المكان بتاعه، وبعد كده حطيت 1920 و2425 اللي هي الارقام اللي باللون الاحمر، تمام؟ واضح جدا جدا ان اصغر رقم هو 1640 وهو يخص منطقة الوفرة، تمام؟ والرقم اللي بعده 1920 وده يخص منطقة الجهراء. اما اكبر رقم موجود عندي وهو مين؟ 2425، وده خاص بمنطقة العبدلي. يبقى بالترتيب كده هتبقى المناطق مرتبة ترتيبا تصاعديا. طبعا انت ممكن تستخدم خط الاعداد زي ما انا شفت كده وعملت، او تقدر تقارن بنفس الطريقة السابقة، يعني تشوف العدد الاول مكون من 4 ارقام، والعدد الثاني 4 ارقام، والعدد الثالث 4 ارقام. هنعمل ايه؟ نبدأ نقارن من المنزلة الاكبر، يعني من اليسار. اكبر رقم من اليسار 1 1 2، طبعا العبدالي اكبر رقم لانه 2000، صح؟ يبقى هي اكبر واحدة. انا عايز بقى اصغر واحدة، يبقى انا هشوف بقى يا الوفرة يا الجهراء. طب ده 1000 وده 1000، انتقل الى منزلة المئات، ده 9 وده 6، واضح ان 6 اصغر من 9، يبقى اذا الوفرة هي اصغر واحدة، وبعد كده الجهراء، اما اكبر حاجة مين؟ العبدلي. يبقى الترتيب هيكون بالشكل ده، الوفرة وبعد كده الجهراء، واخر حاجة طبعا هتكون معايا العبدلي. وكده انا رتبت المناطق ترتيبا تصاعديا من الصغير الى الكبير. ننتقل الى سؤال اخر وبيقول لي رتب الاعداد من الاكبر الى الاصغر تنازليا. ترتيب التنازلي هنرتب من العدد الكبير الى العدد الصغير، تمام؟ طيب تعالى نقرا الاعداد كده مع بعض. اول عدد عندي 5231، رقم اللي بعديه 4132، رقم اللي بعده 5219. اول حاجه نشوف كل عدد مكون من كم رقم. الاول 4 ارقام اهو، والثاني 4 ارقام، والثالث 4 ارقام. طيب اذا تساووا في عدد الارقام نبدا نقارن ونشوف مين العدد الاكبر. طبعا هنقارن من ناحيه مين؟ اليسار. يلا نضع خط تحت المنزلة الأكبر، العدد الأول 5، اللي بعديه 4، اللي بعديه 5. طيب ما تنساش إن أنا عايز أرتب من الأكبر إلى الأصغر، واضح إن أصغر رقم هو 4132، وبالتالي أنا لما أجي أرتب ممكن أحط إن العدد الأصغر ده أضع أهو 4132 أهو، وكمان هشطب عليه كمان علشان أعرف إن أنا رتبت، وبتبقي عندي عددين.
يا ترى مين فيهم الكبير؟ دلوقتي لو انت شايف ان منزلة احد الالوف 5 و5، هنعمل ايه؟ يلا ننتقل الى المنزلة الاقل اللي هي منزلة المئات. طيب هنا 2 وهنا 2، نعمل ايه؟ تساوي برضو في منزلة المئات. يلا ننتقل الى المنزلة الاقل اللي هي منزلة مين؟ العشرات. هنا 3 وهنا 1، صح ولا لا؟ مين الاكبر؟ 3 اكبر من 1، وبالتالي 5231 هو الاكبر اهو، وهنشطب عليه كمان. اما العدد الثاني اللي هو 5219، وكده انا رتبت الاعداد من الاكبر الى الاصغر. عندي هنا تمرن رقم 1 بيقول لي عايزك ترتب الاعداد من الاصغر الى الاكبر تصاعديا. على كده نشوف الاعداد اللي هو اعطيهاني. اول رقم 18312، ده الرقم الاول. العدد الثاني 35231. اما الرقم الثالث 7213. هنرتب الاعداد اللي موجودة امامي من الاصغر الى الاكبر. يلا كده بينا يا شباب نشوف كل عدد مكون من كم رقم. العدد الاول مكون من 5 ارقام، العدد الثاني مكون من 5 ارقام، العدد الثالث مكون من 4 ارقام. دلوقتي نقدر نعرف مين اصغر عدد. اصغر عدد طبعا اللي مكون من 4 ارقام، وبالتالي هنكتب اول عدد 7213 اهو، وكمان هنشطب عليه. متبقي عندي عددين، كل عدد فيهم مكون من 5 ارقام. الاستاذ قال لي بمنتهى البساطة انك هتقارن من ناحية اليسار. يلا نضع خط تحت اكبر منزلة، هنا 1 وهنا 3. مين الاصغر؟ الواحد اصغر من 3، وبالتالي الرقم الاول او العدد الاول اللي هو 18312 هنكتبه وهنحط عليه شرطة كمان. اما اكبر عدد عندي اللي هو كام؟ 35231. كده رتبت الاعداد من الاصغر الى الاكبر. تمرين اخر رقم باء، يلا كده نشوف مع بعض. برضو هنرتب الاعداد من الاصغر الى الاكبر. طيب عندي هنا رقم الاول 1324، رقم اللي بعدي 1423، اخر رقم معايا 1243. يلا نرتب من الاصغر الى الاكبر. تمام. طيب يلا اول حاجة نشوف كل عدد من دول مكون من كم رقم. العدد الأول مكون من 4 أرقام، العدد اللي بعديه مكون من 4 أرقام، العدد اللي بعده مكون من 4 أرقام. إذا تساووا في عدد الأرقام نبدأ نقارن من اليسار، يعني نضع خطا تحت المنزلة الأكبر. يلا نشوف، أدي خط كل عدد من دول، نحط خط تحت المنزلة الأكبر. هنا 1 وهنا 1 وهنا 1. طيب إذا تساووا في المنزلة، مين فاكر هنعمل إيه يا شباب؟ برافو عليك. ننتقل إلى المنزلة الأقل اللي هي منزلة مين؟ المئات. يلا ننتقل إلى منزلة المئات. منزلة المئات في العدد الأول هي 3، منزلة المئات في العدد الثاني هي 4، منزلة المئات في العدد الثالث هي 2. ما تنساش إن أنا عايز أرتب من الأصغر. مين الأصغر؟ واضح إن الاثنين هي الصغيرة، وبالتالي العدد 1243 هو الأصغر، وكمان أحط عليه خط علشان أعرف إن أنا رتبته. طيب بعد كده عندي العددين دول، منزلة المئات في العدد ده 3 ومنزلة المئات في العدد ده 4. طبعا منزلة المئات 3 يبقى هو ده الرقم الصغير، يبقى 1324 اهو، وكمان احط عليه شرط عشان اعرف ان انا رتبته. اما اكبر عدد عندي اللي هو 1423، وكده انا رتبت الاعداد اللي موجودة عندي ترتيبا تصاعديا من الاصغر الى الاكبر.
عندي السؤال رقم 2 وبيقول لي هنا رتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر تنازليا، العكس يعني هرتب من الكبير إلى الصغير، من الكبير إلى الصغير. يلا نشوف الأعداد اللي موجود عندي. أول عدد عندي 9098، وبعد كده العدد اللي بعده 998، والعدد الأخير 5143. طيب واحدة واحدة، أول حاجة نعرف كل عدد مكون من كم رقم. العدد الأولاني مكون من 4 أرقام أهو، واللي بعده مكون من 3، واللي بعده مكون من 4. أنا عايز أرتب من الأكبر إلى الأصغر. أنا دلوقتي عرفت مين أصغر عدد. أصغر عدد اللي هو مكون من 3 أرقام اللي هو 998، وده بالتالي ممكن أكتبه آخر حاجة أهو فعلا، وكمان هشطب عليه. طيب متبقي عندي عددين، يا ترى مين فيهم الكبير؟ لأن أنا برتب تنازليا من الأكبر إلى الأصغر. طيب يا أستاذ، ده مكون من 4 أرقام وده مكون من 4 أرقام، نبدأ نقارن من أكبر منزلة اللي هي منزلة أحد الألوف. واضح إن منزلة أحد الألوف 9 أهو تحتها خط، ومنزلة أحد الألوف هنا كام؟ 5. مين الأكبر؟ 9، وبالتالي 9098 هو الأكبر، أما العدد الأصغر اللي بعده 5143 أهو. يبقى الترتيب 9098، رقم اللي بعده 5143، وآخر رقم 998. كده رتبت الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. إلى اللقاء في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.